لوزينة حلبي بينها على القناة الوطنية الثانية. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكم في البرنامج اللي استنستوا بيه، يجيكم من كل نهار اثنين حتى نهار الخميس من الثلاثة للخمسة نتاع العشية. الإعادة أكيد تكون في السهرية كالعادة، كما عودناكم نعطيكم وسائل الاتصال بنا، لوزينة @gmail.com هذا الايميل نتاعنا، وإلا لوزينة على الفيسبوك بالالو. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس اللي بعثونا دي سيلفي ولا دي فيديو، إن شاء الله نحضروهم ونهبطوهم في أقرب وقت ممكن تشوفوا رواحكم في برنامج لوزينة. كالعادة الضيوف نتاعنا يكونوا متعدين متنوعين، الأخبار نتاعنا الفنية تكون موجودة، أيضا اليوم معنا فقرة حلوة برشا تنشوفوها بعد شوية اللي فيها الأخطاء بالنسبة للمسلسلات، المسلسلات على مستوى الإخراج والتقنيات بالنسبة للدراما المصرية والسورية عام السنة. على كل أول ثنائي يحضر معنا اليوم، وفرحانة برشا أني نستقبلهم خاطر كل ما نستقبلوا شباب أكيد زيدوا نعرفوا اللي عنا دي تالون في تونس. نستقبلوا وسيم الغذاب ومريم التوكابري، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. وسيم مرحبا. مرحبا. مرحبا بك مريم. مرحبا عايش. صباح بكم. لاباس. باهي، أنتم تشتركوا في برشا حاجات، في الموسيقى وفي برشا حاجات أخرين. هكا ولا خليك أنت تجاوبني. قدموا قدموا، شكونوا هذاك؟ راجلي. راجلي. تو سامبلومون. يا لالا ربي يهنيكم، زلتوا عايش وجدت. والحاجة الحلوة اللي تجمعكم الموسيقى اللي هي من أرقى الحاجات في العالم معناتها اللي هي الموسيقى. باهي، هات نحكيو شوية على تجربتكم، أنتم زوز أساتذة موسيقى. أي. عملنا الانستيتيو سوبيريور دو ميوزيك دو تونس، عملنا ليسونس وقاعدين نكملوا في الماستر ما شاء الله في الميموار. اي و اي سيده نتاع موسيقى في لي كونسيرفاتوار حاليا، يعني في لي كونسيرفاتوار بريفي، فوالا في المارسا وفي معناتها في البانليو. واضح. به وسيم بالنسبه ليك ما وقفتش الحكايه، غادي طورتوا التجربه نتاعكم، ما كومش فقط اساتذه موسيقى لكن انتم عاملين ديو اسمه ريميك، هكا ولا؟ اي بيان سور، هو اي واحد يعمل موسيقى سي من الاول باش يعمل يبراتيكي معناتها الموسيقى قبل ما انه يقري معناتها. اي دونك بدينا مع بعضنا ملي احنا مازلنا نقراو. اي عملنا ان جروب اللي هو ريميك. دونك من بعد اون افيك دي اكسبيريونس معناتها باين كو سوا دي كونسير، خدمنا بارتو معناتها في تونس. دونك معناتها تعملوا عروض في تونس؟ اي اي عملنا قبل معناتها. نوعيه الموسيقى اللي تقدموها؟ باهي شوف، هي راهي الحكايه ولات ان سيرتان مومون تحديات. اي على خاطر لي سبيكتاكل العروض اللي عملناهم الكلهم ماهمش كيف كيف. أيوة. معناتها نوعوا برشا، معناتها نعملوا اون فيرسيون معناتها نتاع الجروب في نمط معين، عملنا اللاتينو عملنا الجاز عملنا نعملوا البوب نعملوا الروك نعملوا شويه عربي، مي بون احنا ديما نميلوا من الاول للجاز واللاتينو معناتها هذوك الاكثر اللي نستاهل. مريم هذايا ما عملتوش يعني موسيقى تونسيه، ما خدمتوش موسيقى تونسيه ودخلتوا عليها الات غربيه؟ اون فيت في البروجي نتاعنا في الموسيقى نتاعنا نحنا فما الموسيقى التونسيه. اي فما كو سوا في لي روبريز والا حتى في الخدمه نتاعنا، التلحين نتاعنا نحنا والكلام نتاعنا نحنا باش يكون بالتونسي. معناتها انت قلت لي قريبه باش نزور لكم ثلاث اغنيات ان شاء الله قاعدين تحضروا فيهم. ان شاء الله اي عندنا البروغرام نتاعنا ماشيين في ثلاث اغنيات من الاول. شنو النوعيه باش تقدموها بالضبط بعد هالتجربه اللي عملتوها؟ سي سا سخا لا فيزيون معناتها، فهمتني؟ كو سوا في لي روبريز والا في لي كومبوزيسيون معناتها باش يكون فيزيون. انت وسيم عندك كلمات تكتبهم ولا تلحن ولا شنو اللي تعمل؟ كلمات اساسا مريم هي اللي تعمل، هي اللي تكتب الكلمات. كلمات أي. ايوه شعريه اكثر هي اكثر مني. دونك انا نخدم في الموسيقى معناتها، كو سوا باش نلحن ولا باش نعمل توزيع نتاع الاغاني معناتها، كو سوا اللي باش نعاودوهم والا حتى اللي باش نعملوهم احنا معناتها الكومبوزيسيون نتاعنا. فوالا، عندكم حاجات، عندكم مواعيد مع الجمهور بيانتو؟ مواعيد بيانتو في عروض مازلنا على خاطر نحب نخرج البرودوي قبل. ايوا ومن بعد هيك شي نجم نحكي على عرض معناتها خاص بينا احنا. ايوا اليوم باش نسمع معاكم برشا موزيكا ان شاء الله، باش تاخذوا معنا اخر ليميسيون
باش نطلعوا اكثر عن الموسيقى نتاعكم ونزيدوا نتعرفوا عليكم. وصلتوا لنا على طريق الميسنجر انتم اصحابكم، هما اللي بعثوا الفيديو نتاعكم. نحيوا اصحابكم اكيد ما نساوهم مش هكا ولا، هما اللي بعثوا الفيديو نتاعكم واحنا بالطبيعه عجبنا البروديو هذاك علاش انتم بحثنا اليوم. يعطيكم الصحه، نشجعكم برشا ككوب، ان شاء الله ربي يهنيكم ساعه في حياتكم الزوجيه، ان شاء الله نشوفكم متالقين زاد في حياتكم الفنيه وديما ترجعوا بحضنا بنجاحات ان شاء الله. ان شاء الله. باهي، بعد شويه باش نمشيو للبارتي شو اكيد، لكن خلينا تويكا نمشيو احنا مع حبيبه ساسي في اعداد الفقره هذه، صابر بن علي في المونتاج، باش نعملوا دوره في المسلسلات المصريه والمسلسلات السوريه اللي تعرضت 2017 سنه يعني رمضان السنه، نشوفوا بعض اخطاء الاخراج وبعض الاخطاء التقنيه اذا كان صح التعبير. تفضل. ابني خاين. اللي انت بتقولي ده؟ ابني خاين البلد اللي عاش وتربى فيها، خلى الفلاحين الغلابه ولاد البلد الجدعان. ابني خاين عشان انت ولدتيه يهودي مصري. مش يهودي اسرائيلي. ما حبينا نسلط الضوء على الأخطاء الإخراجية والتقنية اللي رصدوها المشاهدين وتداولوها على مواقع التواصل الاجتماعي في أكثر من مسلسل من مسلسلات الدراما السورية والمصرية في رمضان السنة، مما أثار السخرية بسبب سذاجة بعضها. لا ما شفتش حد بيضحك يعني. البداية باش تكون بمسلسل طاقة نور اللي قاعد يتعدى على قناة النهار، بطولة هاني سلامة وإيهاب فهمي. الخطأ اللي صار في المسلسل هذا كان في الحلقة الأولى وين تم خطف زوجة هاني سلامة ليلى عبد السلام. عادي ولاد السيوطي بتجيبي هو سلام بعد عني. وقت اللي كان لون شعرها في الدقيقة الرابعة لحظة الخطف أسود جايلك جايلك يا بنت الخشب، وتحول في الدقيقة الثامنة لأشقر فاتح وقت اللي خرجت من المعتقل في نفس اليوم. لا أملك في الدنيا إلا عينيك. نمشيو المسلسل حارة اليهود اللي تبث في 2015 على قناة الحياة وقاعد يتعاود على إحدى القنوات العربية. الخطأ الإخراجي اللي كان في المسلسل هذا في الحلقة الأولى في مشهد ما يتطبقش مع الحقبة الزمنية اللي تدور فيها أحداث المسلسل. جواب من حبيبي مون فيانسي، حضرتك تأمر بإيه؟ أنت عارفة طبعا أنا بحب ذوقك قد إيه. ميرسي. عاوز شميز وكرافات؟ طفا أفيك بليزير. وين ظهرت الممثلة منى شلبي في دور ليلى تبيع لأحد الزبائن متاحة برفان باكو رابان اللي تم تصميمها وابتكارها عام 1966 في الوقت اللي دور فيه أحداث المسلسل في الفترة ما بين 1948 و 1954. شميز فان هاوزن ما بيتباعش غير عندنا ومع الكرافات، ودي برفان باكو رابان. سوقك الجنة. ميرسي بوكو، حضرتك تفضل معي على الكشف. مسلسل طوق البنات، المسلسل اللي قاعد يتبث السنة على قناة رؤية، القى المسلسل هذا نجاح كبير لكن ما خلاش من الأخطاء الإخراجية، وتمثل الخطأ في المسلسل هذا في الحلقة الأولى من الجزء الثالث. ويظهر الخطأ في الحقيبة اليدوية اللي حملتها الممثلة إمارات رزق، الحقيبة ماركتها توريورج، الماركة اللي ما كانتش موجودة في الحقبة اللي تدور فيها أحداث المسلسل، وهي الاحتلال الفرنسي لسوريا في الوقت اللي ما زالت توريورج المصمة اللي صمت الماركة هذه على اسمها ما زالت ما تولدتش بما أنها مولودة عام 1966. جو مسلسل مصري بطولة غدا عبد الرازق وأحمد فهيم قاعد يتبث في رمضان السنة على قناة أون إي. الخطأ اللي حصل في المسلسل هذا كان في الحلقة الثالثة وين شعل أحمد فهيم السيجارة بالمقلوب وما هي إلا لحظات حتى ظهر أحمد وهو يتكيف السيجارة بشكل عادي. منضم لجماعات متطرفة. على ما أعتقد أن ياسين ما يفكرش في كلام زي ده. حاسس أنه ممكن يخطف طيارة؟ Chanson qui me parle que d'une chose, amour, amour.
tremblements de terre, collier qui porte mon bonheur, amour, toujours, amour, t'es là, amour, je cherche ton chemin, amour, c'est toi, amour, pourquoi tu te caches de moi? Pa-da-da-da, pa-pa-pa-pa-da-pa, rêve de bisous, de mots qui caressent le cou, amour, amour, monde à l'envers, qui va porter mon bonheur, amour, toujours, amour, t'es là, amour, je cherche ton chemin, amour, c'est toi, amour, je ne sais pas vraiment, amour, pourquoi, amour, pourquoi tu te caches de moi? Pa-da-da-da, pa-pa-pa-pa-da-pa. Chaque matin je me lève très tôt pour aller au boulot. Ce matin, j'ai l'impression que quelqu'un va répondre à ma question. Amour, t'es là, amour, je cherche ton chemin, amour, c'est toi, amour, je ne sais pas vraiment, amour, pourquoi, amour, pourquoi tu te caches de moi? Pa-da-da-da, pa-pa-pa-pa-da-pa-pa. Pa-da-da-da, pa-pa-pa-da-pa-pa. Pa-da-da-da, pa-pa-pa-da-da-da. Pa-da-da-da, pa-pa-pa-da-da-da. وسيم ومريم يعطيكم صحة، برافو. مازلتم معنا في مداخلات موسيقية أخرى. تويكا باش نمشيو نقولوا احنا للحظة الأهم في البرنامج نتاعنا، نمشيو نضيف لوزينة اللي كل مرة نختاروا ضيف أكيد يكون عنده كاليبر ونجمو نحكيو معاه ويعطينا معلومات على الكارير نتاعه ويحكينا أكثر على جديده. اليوم اخترنا النجم التونسي، اخترنا حسين الدوس من أحسن النجوم التونسي نجمو نحكيو عليهم، صاحب الهبلات الموسيقية وخرجة يعني على السائد في الموسيقى. تو نحكيو أكثر على حسين وعلى الدراية نتاعه بالموسيقى. حسين مرحبا بك. مرحبا، مرحبا بالناس اللي يتفرجوا فينا على الوطنية الثانية. سعيد نكون معكم الليلة. وإحنا أسعد يا سيدي. يعيشك يعيشك إن شاء الله. زاد المشاهدين يستمتعوا معنا زاد ان شاء الله، ان شاء الله يستمتعوا بالحوار نتاعنا وشويه غناء اكيد، وباش نقدموا بعض المقتطفات من الكليبات نتاعك باش يزيدوا اكثر الناس اللي يحبوك، يزيدوا اكثر يشوفوا المنتوج نتاعك على التلفزه على القناه الوطنيه الثانيه. باهي حسين، بكري شويه ريم المد بمعده الحصه جات تقول لي راه حسين يحكي لي، يقول لي قبل جيت في جروب حتى انا هكا وحضرت حضور. صحيح صحيح، بديت من الوطنيه الثانيه والاولى. قبل نتفكر مازلت نقرا في الانستيتو، جبت دي ميوزيسيان ونقدم لهم تحيه، نتفكر فكرهم هيثم جغام وبرشا نسيت الاسامي، اما يوسف عياري باكزومبل لمينا بعضنا، لحنت غنيه اسمها مريم وقتها ليبوك، وجيت وقتها عرفتها هوني زاد عزفتها في الوطني الثاني. نوعيه الغناء اللي كنت تعزفه في بداياتك وقتها الحقيقه نكمل يظل لي اخر عام كصدقني ربي، اخر عام في القرايه وقتها في الانستيتو دو ميوزيك نتاع سوسه. الغناء بوب معناتها روك تونيزيا، يعني الكلام بالعربي، اما أيوة. الستيل روك ملول عندي، نحب ديما نعمل خلطات جدد، ديما تخرج على السائد، ما نحبش هكا الستاندار يعني. ايوه، ما كانتش الاوبرا من الاول؟ لا ما كانش الاوبرا، كنت نقرا وقتها اوبرا، لكن وقتها لا غنيت ادائك ما تاديش الاوبرا، كان بدخال شويه الاداء، صوت تونسي عادي معناتها، صوت تونسي عادي. به قبل ما نزيدوا نمشيوا في الحوار نتاعنا اكثر، خلينا ساعه نمشيوا نشوفوا مقتطفات من الكليبات نتاعك، خلي تكون عندنا انطلاقه صحيحه هكا ولا تفضل. عندي مرية بين ايديا نحبها كي تبدا مطوية على فرشي العربية، ماما وشمعة كي تشعل في بدنها وحنتها حمرا على كفي وريحتها كي الزهر النابلي، انشعلها بيدي المرمية على بدنها الازعر كي قلبي نخنقها نمسها نقرصها ونعلمها كيفاش سنيها فاش تدخل للقلب وحدك يا عينيا عينيا للاتي للاتي البيا للبيت
عزيز عليا نحبك ديما قريب ليا يا ولدي يا نور عينيا تفكرني وطل عليا رضعتك عندي وسهرت عليك ليالي على خاطر ولدي بعت النوم الغالي يا روحي يا أغلى ما عندي وحياني المولى وشفتك تجري قدامي حتى في نومك أنا نحير عليك وماذا بيا تحكي علي بيك في صالك أنا سهرت عليك يكبر ولدي ونفرح سيد مسيد ولدي على العروبة مقيد ولدي مدلل الفرد وليد ولدي مدلل الفرد وليد سيد الدار سيد الدار ويا مولا أجمل الدار ولا توريني فيه غيار يا بركة عالي الدار سيد امو سيد امو ولا يجعل قبري غمو ولا يجعل صيدي ممو هكا ولدي وليس امو غنيت سقيفة وسقيفة زغارت يا هويا ما فما كان أنا وهي نهزها نسيب ولا نكمل بالدنيا ظلامت قدامي والصوت متقطع متبدل هيا هيا قالت لي سك مش أتحارك راجل ما عندك همة قالت لي سك مش أتحارك راجل ما عندك همة ضحكت لي ومست رومتها وطارت من غير رجعة وطارت من غير رجعة وطارت من غير رجعة اخر كليب الحسن الدوس انت طاير بالحق بالموسيقى معناتها هكا ولا على الريبورتاج سام في بليزير عايش حاجه حلوه برشا نشوفوا هكا شويه من الكليبات نتاعك معناتها ونشوفوا تجاربك المختلفه هذيك اش حابينا احنا نوريو نشوفوا حسين اللي هو بالحق عنده نمط موسيقي خارج على المألوف كومبليتوم حتى حد ما يعمل كحسين الدوس حابينا ولا كرهنا صحيح اي صحيح هذاك اللي حبيته من الاول راهو خاطر قريت هو تمشي مقصود بيان سور خاطر قريت برشا موسيقى قريت برشا حاجات وبعد قلت صار نعمل حاجه تشبه لي معناتها حاجه فيها لوبيغا فيها التونسي فيها الكسكسي فيها المقرونه فيها الملوخيه كوكتيل حلو اي فيها احنا تونس معناتها اوني موزايك مع فوسي فوسي بيان سور حتى على مر الحضارات انا برشا بوكو كولتور معناتها تعدت على تونس هذاك علاش خليني نخمم نعمل حاجه تشبه لي فيها برشا حاجات نحب الحاجات الكبار الحقيقه ما نحبش هكا حاجه صغيره ولكن نحب حاجات جدد حاجات فيهم تنوع فيهم حاجات مختلفين وهذا اللي بديت فيه الحمد لله تو سافاك تشوفوا عندنا بليزيور معناتها حاجات تو عندي ثلاثه خمسه كليبات ديزون وتو الالبوم كمل دونك الالبوم كامل سميتو طاير
فيها 10 اغنيات. 10 اغنيات في 10 اغنيات منهم زاد قطوسترميد تعدد في نسمة زاد اغنيه زاد قطوسترميد نجحها برشا زاد هذيك حطيتها في الالبوم وهذا الكل عملت به البروجي نتاعي سبيكتاكل كامل سميتو طاير تنحكيو عليه تو نحكيو عليه اكيد ونحكيو على جديدك وعلى العروض نتاعك ومواعيدك مع الجمهور ان شاء الله السنه. لكن خليني نرجع للموسيقى، انت كسرت السائد في الموسيقى لكن ديما تقول انا كسرت السائد بدرايه موسيقيه. خاطر فما فرق اليوم فنانين نشوفوه معناتها يدخل على الموسيقى بفاس ونطرقه يكسرها يقول باش نكسروا يكسروا يعطيهم صحه يعني. اي مالوغوزمون انا بالحق معناتها تكويني معناتها يعرفوني حتى الناس اللي في الموسيقى يعرفوني معناتها قريت موسيقى قريت جيتاريست مثلا على باز عندي دبلوم تاع جيتار عندي انا ماهمش حاجات كبار خاطر ليدوكاسيون بالنسبه لي ماهيش الرسمي أي. الاساس هو الاحساس هو السنتيمون هو الحب هو اللي تخلق حاجه جديده من عدم من ما فما حد شيء تخلق حاجه جديده وهذاك تطور الموسيقى يعني باش ما تقعدش في النمط نتاعها فوالا دونك كي تعرف هكا ابوبخي القواعد الكلاسيكيه مثلا القواعد في البوب ولا في الروك ولا في المالوف اكسيتيرا تولي ممكن نجي نهار تقول لي انا نحب نعمل هكا كما مثلا في تبعني استعملت مقام مثلا محير سيكا أو محير سيكا عملت له حاجة من نورمال ما تجيش هو تا دارارا هذا محير سيكا رديته تا دارارا عملت له حاجات بدلت فيه كيما احنا بالتونسي قلبت له سليقته اي كيما تحب مي اون توكا انا خرجت حاجه حلوه ليه معليش عملت هك مفهوم معليش علاش خاطر تبعني مثلا ستيل نتاع الاغنيه معناتها فيها حلمه فيها حاجات يعني فيها اغراء فيها برشا كيما الغاز يخوف شويه اللي كي استعملت نوته معينه كي معناتها سكون مينور من الاول ما مشيت في ستيل في الامبيونس نتاع الكليب ونتاع الاغنيه اون جينيرال أيوة. دونك نخمم ديما امبيونس اكثر من نوتيت صحاح ولا جو ريسبكت مقامات معينه مثلا في طائر انا حتى ستيل كيفاش نغني بيه مثلا في طائر اللي هو اوبيرا نتاع مش طاير طاير مش هكا مش طاير طاير ادخلي دو أيوة. حتى ستيل نتاع الشان طاير 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 ليه اوبيرا ليه تونسي دونك هذوما الكل يظهر لازمك تعرف شويه موسيقى باش نجم تتجرى جوز نعمل حاجه هكاك فوالا بالضبط في الموسيقى نتاعك معناتها موسيقى تكتبها وحدك تلحنها وحدك شكون الشركاء نتاعك معناتها في المشاريع هذوك الفنيه دونك موسيقتي براتيكمون لحنت ديما لحن وحدي براتيكمون الكلام بدخال مش انا كلام من بدخال تراث من التراث شنو اخر يا ولدي مثلا كتبت انا والوالده نتاعي تحكي على الام وتحكي على الام وتحكي على السنتيمون نتاع الام معناتها تجاه ولدها شنو اخر سينو قطوس ترميز انت مش انا كتبت الكلام شطحه الباقي كل انا شطحه وتبعني وطاير تلقى راحتك كي تكتب وحدك خاطر ما تفهم كان انت روحك معناتها ليه والله ليه بالعكس ليه والله ليه طاير مثلا الكلام برشا ما يفهموش امانه نحكي على رحله عبر الزمن ما بين طفل وطفله مشاو لمصر ايوه عاشوا حاجه استواغ غاديكا ورجعوا دونك هي مش لازم نفهموا الكلام بالضبط احنا حبيبي نحبك ومشيت ورقدت وقمت انا ديما نحب نعمل حاجات كلام ابستريت تخليك تخمم خليك برشا فانتازيا معناتها فوالا تخليك تخمم حسين شنو يحب يقول انا وقتها نوصل أي. ما حشيش معناتها هو مش الفايده نعطيك جمله بسيطه باش انت تفهمني ليه انا نجم نعطيك جمله ما تتفهمش اما خليك تخمم فيها فهمت يظل خير حتى في الكليب في شطحه بار اكزامبل كيف معناتها نحكي على حاجات برشا ببليك ما يفهمش يقول لك ايحاءات اغراءات فوالا انت في الكليب احنا ما نحكيوش حتى على الجراه الموسيقيه فقط انت عندك جراه حتى في اللوك معناتها انت المره الاولى كانت الصدمه معناتها فما برشا ناس تصدموا كي شافوا حسين في اللوك هذاك وبالمكياج هذاك وكل شيء ودي موسيقيين تغشوا زاد قالوا لي شبيك تعمل في الموسيقى هكا اي فوالا يسخبوني زعما نعري نوري ولا شنو شنو؟ دخلت في دوامه من الاول معناتها نتاع انتقادات نهار الاول نهار الاول خرجت خفت خاطر محضر روحك لهذايا كنت معناتها تعرف نهار الاول نهار الاول تصدمت وبعد عجبتني وبعد قلت فهمت اللي ذي ثنيتي معناتها فهمت اللي ابريتو فرحت كيفاش العباد قعدوا يتناقشوا معناتها على غنية ولا سام في بليزير خير من جوست عدى غنية ناباغسو كيكا يا ما احلاها بون هاك غنية مزيانه حبيت تخلي اثر حبيت يحكيوا عليها وكملت
وكيما طاير تقلق برشا، يقول لك شنو هذا اش يحكي، وماسونيه وجبدوا لي برشا حاجات ما عندي حتى علاقه بهم. دخلوك يعني في متاهات اخرى. ما يسالش تم في بليزير اللي قلت لك يخموا، المهم يبدا يشيخ على الريتم. ثم تحليل كمان. ثم تحليل او ايجابي، لكن حبوا يحلوا هالظاهره نتاع حسين الدوس هذيا. ما تبدا الحكايه ظاهره ومن بعد تاخذ بلاصتها. يظل يولي تو خاطر تعدينا ممكن ليتاب نتاع الظاهر، خاطر الحمد لله اللي فان نتاع حسين راهم يتفرجوا تو وراهم يتابعوا فيه على لي ريزو سوسيو نتاع حسين دوس، وعندنا مواعيد كبيره في الصيف والناس الكل تحب تتفرج في حسين، سيغتو اللي يعرفوني ممكن اونتخ غيومي ما غير غرور من غير حتى شيء، يعرفين نحاول نعمل حاجه دو كاليتي ونعمل حاجه سيغتو جديده باش خاطر قلقنا من خاطر فما شو عندك معناتها فن العرض معناتها مش فقط اي دونك لازم نستعملوا ان شاء الله نتوافقوا هذاك الشيء نقول ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. باهي خلينا احنا تو كنشوف حوايج اخرى من الاوبرا الكلاسيكيه نتاعك، اداك الكلاسيكي للاوبرا، ومن بعد نرجعوا نكملوا حديثنا. Ai sera d'annina me ne saliette tu sai io do Ado sto cori grato chiudi spiette far me un po' Ado lo fuoco coce ma si fuie ti lascia sta E non ti corra presso non ti struie solo a guardare Funiculi, funicula, funiculi, funicula, yappa yamma ya, funiculi, funicula. Sei ne saluta, sei ne saluta, la capa già. E ghiuta, poi tornata, poi venuta, sta sempre qua. La capa vota, vota, torna, torna, attorno a me. Lo cuore canta sempre nata l'orno, sposa mai ne. Iamme, iamme, coppa iamme, 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 coppa iamme, funiculi, funicula, funiculi, funicula. Maya funiculi funicula funiculi funicula funiculi funicula appa maya funiculi funicula. انا العرض هذا الحقيقه حضرته في الاكروب اليوم 2013 وكان عرض ممتاز وخرجت منبهره، عملت معاك وقتها حوار يعني وقعدت منبهره بك الصوت القوي هذاك نتاع الشاب التونسي وكانت مفخره كبيره معناتها انا نسمع صوت كيما هكا. يعيشك. الاوبرا الكلاسيكيه تخليت عليها فين موقعها معناتها في الموسيقى نتاعك؟ موقعها موجوده هي في موسيقتي ديما موجوده هي قرايتي انا شونتور دوبرا على باز دونك ما نجمش تتنحى مني ذي حاجه دونك موسيقتي ديما موجوده الاوبرا حتى تو في سبيكتاكل نتاعي فما ديما الاوبرا موجوده يمكن زاد عملوا البون جيتي بريزون في فيستيفال الجم زاد عملت حفله كبيره وناجحه بعد سيتي كومبلي وعملت كل تحبها على حسين وعملت الاوبرا الكلاسيكيه الاوبرا الكلاسيكيه وعملت زاد اربع غنيات نتاعي ارونجي مع الاوركستر سامفونيك وقتها تونيزيا اي سيتي اكسيلون باهي برشا دونك سنا يمكن نرجع انفيتي للجم يمكن مش 100% مع الاوركستر سامفونيك دو روم لا احنا نحبوا 100% 100% احنا نطالبوا باش تكون 100% موجود وخلينا نجيو حبيت نقول لك اللي موجوده ديما الاوبرا راهي ما تنحاش موجوده ديما باش يصيروا العروض ديما باهي انا باش ندلل عليك في المباشر تعطينا حويجه اوبرا اي بيان سور جالا لونا ميزون ماري ماما ميا سي سالترا لورا بيلا بير دانساري كي نامور نو مانكيرا جالا لونا ميزون ماري ماما ميا سي سالترا لورا بيلا بير دانساري كي نامور نو مانكيرا جالا لونا ميزون ماري ماما ميا سي سالترا بريستو اي دانسا توندو توندو دوني ميا فينيتي كوا
un garçon bello giocondo a ciascuno toccherà finché c'è il brella una stella e la luna splenderà il più bel con la più bella tutta notte danzerà mamma mia già la luna in mezzo al mare mamma mia si salterà frinche 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 mamma mia si salterà della danza Rossini لو باش قداش كلاس بالحق قداش نوع من الموسيقى الراقيه دونك الجمهور نتاعها في تونس يحبها فما ناس تقبل عليه انت عندك فضاء ثقافي انت تقري عندي دار الفن اسباس وقتاش دينا اكتوبر اللي فات ما عندوش برشا زلام بيبي على راسه زين بحال سليمان معناتها نوفوني وبدينا نعطيو دي كور نتاع شون سيرتو للناس ولينا عندنا ان كور راه فيه 20 اي 20 معناتها نجموا غدوه نستعملوا كور تاع دار الفن في حفلات يغنيوا مع بعضهم ونغموني توسا كيف كيف عندنا حمدي حده يعطي في كوتشينغ تياترال عندي سوسن معالج مع هذوما الكل سي دي تدفيش معناتها يعطيو في كور دو تياتر عندي زاد كاتيا روسيه تعطي في كور دو دانس ابار بيان سور لي سيمينير عباد جيت تحب تاخذ الاسباس انا باغ اكزومبل عملت زوز حفلات في دار الفن يرفع اسباس يرفع 150 فين موجود بالضبط؟ في العوينة في تونس دونك معروفة في زادة في دون ان رون بوا تخي معروف على الاخر معروف وين الكنيسية تكمل طول يلقى تلقى نوتخ رون بوا غادي معناتها معروفة الغبي هذاك معروفة اي فوالا وشنو يخلي فما اقبال يعني من الناس فما شكون يحب يتعلم الاوبرا والفن والله برشا والله قلت لك برشا سيرتو العباد انا نعمل نعطيو في ديكور دو شون تاع الناس الكل مش بالضرورة باش تغني اوبرا لاي انسان يحب يعمل تكنيك دو شون يتعلم حاجات وي سيرتو يلقى روحه يغني مع عباد اخرين وموتيفاسيون ويلقى روحه يعمل في دي كونسير من بعديك وان بليس بتيت ابتي ان شاء الله اون فا برودوير دي ارتيست انا بديت بطاير مثلا دار الفن هي اللي الا برودوي طاير الكليب الاخر نتاع حسين دوس كيف كيف الا برودوي الالبوم نتاع حسين دوس بالتعاون بيان سور مع اوليسون زاد عاونونا في البرود مي ان شاء الله في المستقبل باش نوليو زاد اي انسان يطلع من غادي نعاونوه يعني هذا الحاجه الباهي انه عبد يعمل فضاء ثقافي ويدعم يعني الجيل اللي باش يخرج من غادي باهي برشا باهي بالنسبه للراب قلت ما عرفش قلت ولا ما قلتش انا حسب الريسيرش نتاعي قلت اي نعرفك تقول انت ما قلت نعرفك ترجعش كلمتك قلت بالنسبه للراب حسين قادم بنمط الموسيقى نتاعو معناتها بالجديده نتاعو قلت نجم نعمل دي ديو مع دي رابور أيوة. مش معناتها باش تكسر الراب خاطر الراب في لحظه معينه اعتبر معناتها اللي هو موجه موسيقيه جديده كسرت السائد انت خدمت على تكسير السائد معناتها الموسيقى الكلاسيكيه والراب تعرف شنو نقصد بها أيوة. نقصد اللي الراب جي بيريود معناتها هو التاغي في اليوتيوب وفي التلفاز وبارتو تلقى الراب أيوة. وانا مش من العباد اللي نشجعوا يسعى على الراب خاطر ديجا احنا نعيشوا في بيريود صعيبه شوي كبلاد وتكمل تزيد الراب معناتها في دي ميساج معناتها فيولونس موجوده أيوة. دي ميساج مو مش بوزيتيف ديما معناتها باش يزيدوا اكثر فهمت شنو لكن انت عندك جرأه زاده في كليباتك انا الحمد لله شوف مش قاعد نقارن معناتها في روحي بهم كل واحد بستيلو لكن ديما نقول اللي الراب ماهوش عادينا ما يلزموش يكون في النيفو 1 معناتها في الاودينس تاع العباد الكل تحكي كان على الراب خاطر سي دونجرو يقلق معناتها يلزم حاجات بوزيتيف يلزم ديما حتى طفله مزيانه كي تغني خير عندي انا خاطر تزرع الامل فهمت في العباد حتى موزيكا معناتها بالحق حتى كي تحط جاز ولا تحط ولا موزيكا تونسيه ولا مالوف عندي انا خير خاطر نحبوا على الاسبوار في تونس ما نحبوش على الحزن ولا على الدراما الراب ربما صحيح يتناول الواقع بطريقه مختلفه لكن لي رابور اون ميم تون لكن لي رابور ولاو عندهم ستيل وموزيكا طياره على الاخر خدمه مزيانه على الاخر تخليهم زاد يكونوا محترمين وكيما ماشر ماستا ولا بالتي ولا كلاي فريمون سي دي فري رابور عندي انا كي نسمع راب راقي راب باهي مش راقي ولا لا ما ان توكا راب باهي معناتها صون مزيان تسمع في كالي تاع تحفونه ويعطيهم الصحه معناتها اكيد في كل ميدان تلقى المحترفين وتلقى اللي يدخلوا معناتها في الميدان باغاشوتي لكن المستمع يفرز اكيد معناتها بين الممتاز وبين اللي ما يلزموش يسمعوا خلينا نمشيو لاذنا نمشي البارتي من هكا سيكونس من غنيك الأوبرا اللي في أذنا نرجع نحكي cantar se vuelve gitano cuando
cantar, flor de melancolía, que yo te vengo a dar. Granada, tranza y grancara, de sueño rebelde y gitana, ramo de rosas. De sueño rebelde y gitana, cubierta de flores. Hermosa como cara grana, gozo. برشا انا كل شيء فهمته لك الطفله هذيك على الدور الفوق معناتها سيرين دوس قدم لها تحيه دونسوز تعيش في باريس الوغ جوست نحب نفسر على الفيديو هذا شنو هو انا وقتها قبل الشطحه الفيديو هذا تصورت ساندي زاردي قدم له تحيه هو المخرج بتاع الفيديو هذا نهار عيد ميلادي 21 وقتها اوت مشينا الغادي بحضور يوسف صديق باريزامبل معروف زاد جماعه من الوان تي تي مشينا غاديك عملت الانيفيرسير نتاعي وجبت دي انسترومونتيست كلش ممكن كاليتي صون مش عندي انا مش باهي برشا لكن محترمه كانيفيرسير عندي حبيت يعني تسجل حاجه في عيد ميلادي غادي مي الميساج شنو نتاع الفيديو هذا اللي انا اذن عندي انا قريب لي برشا اذن عندي انا سي ان اسباس يجي فيه برشا حاجات وبالحق حتى هي بقعة بصراحة طيارة برشا حتى تو الوزارة كان يتفرجوا كل شيء بالحق أنا عندي بروجي للأذن إن شاء الله يجي نهار ونحقه غاديك خاطر إن شاء الله هذاك علاش مشيت غادي وحبيت نعمل نجيب الناس ونوريهم أذنه ونغني لهم ونشوفوا الأكوستيك نتاع الإسباس نتاع أذنه باهي فنان كي يعمل حاجات يعني في مواقع أثرية تسافر للعالم يعني ويتفرج في الفنان ويتفرج في موقع أثري وهذا مش غريب أنا مستانس دونك أذنه هذاك من الأول طاير بيان سور في دق عندي انا دقه عندي تو نحكيو قديم على الفستيفال طاير صورته في دقه عندي انا دقه من احسن الحاجات اللي عندنا في تونس معناتها تمشي الغادي فوالا معناتها تطير تلقى روحك في مش في تونس معناتها تحس روحك في بلاصه اخرى في حضاره اخرى في دنيا اخرى سي اكسترا اوردينير صحيح انا برشا بلايص مزيانين في تونس هذيك علاش نركزوا ساعه على السياحه الداخليه قبل ما نطرحوا اننا نمشيو للخارج ماذا بينا نعرفوا بلادنا حسين نحكيو شويه على جديد نحكيو احنا على المسيره اكيد اما السبيكتاكل الناس تستنى فيه الصيف رمضان بعد رمضان شنو باش نقدم للناس نحكي على سبيكتاكل دونك اسمه طاير فيه دانس في معناتها الرقص معايا دي دانسوز يهبلوا عنا برشا وعنا نتريني ونبرفوا انا زاد بيرسونيلمون باش زاد جو في دانسي كيف معايا سورتو دي ميوزيسيان على راس مهدي البحري السلطانه من خيره لي ميوزيسيان اللي عندنا في تونس تلمينا وعملنا البروجي هذايا ونشكرهم برشا لي ميوزيسيان اللي عندنا توا في 6 موا ملي تلمينا كيقول لك من نوفمبر اللي فات واحنا بشويه كل مره نزيدوا ونحسنوا نعملوا نحسنوا في الموسيقى نحسنوا في الصون بشويه وان شاء الله ربي يوفقنا كيف الاخراج انا عندي زاد ميزون سين كامله باش نعمل حاجات سورتو في السين على غازي الزغباني هو المخرج نتاع العرض وبالحق نشكروا غازي خاطر زاد الكلنا واقفين مع بعضنا اختيارك الغازي نتصوره مدروس خاطر غازي زاد من الناس اللي عنده هبلات في المسرح وعنده حاجات برك الله على غازي جمعنا يعني بعضنا يمكن يقول لك تقعد به هو البوكس البوكس هي تو جاتني معلومه اللي انت تعمل بوكس اي انا بوكسير نلعب شويه بوكس اي سبورتيف عندي ضربه دايما ما نرفزتكش ولا حاجه لا الحمد لله لا البوكس راه للديفونس مش للاتاك ايوه ريتو في تصاور نعرفه انا غازي تفرجت على معناتها عده اعمال الغازي ولكن فما تصاور نتفرج على الفيسبوك نتاعو لقيت تصاور يلعب في البوكس في مسرحيه ما نعرفش علاش قلت غازي هو الشخص اللي لوج عليه اللي انا حاسس بيه خاطر مش سهل باش تاخذ باش تجيب مخرج هو باش ياخذني وباش يولي يحكم معناتها فهمت دونك يلزمني عندي ثقه كبيره فيه باش نسلم له التعب نتاعي غازي الحقيقه نجم وبالحمد لله نشكره برشا بالعكس انسان متخلق برشا يخدم على روحه برشا وعنده يعني مش نقولوا مستقبل خاطر غازي نجم وزوز عندنا فرد حاجات عنده زاد الفضاء نتاعو الارتيست وزاد مش بعيد سان خفيل ونعمل دار الفن عندنا حاجات
مشتركة. كما بالحق بالمواعيد، بالمواعيد وين باش تكون؟ الوغ الدات الاولى لو 18 جوان 18 جوان 2017 في لمة رمضان في الزهرة. ديجا ما عادش فما برشا تسكر ابارامون في لمة رمضان في الزهرة. ام بي جي جروب كي اورغانيز في المسرح البلدي اي اون بلان اير الحفلة باش تصير في الزهرة. هو فيستيفال كامل سميوه لمة رمضان، فيها عرض الزيارة، فيه العبدلي، فيها وجيه الجندوبي، فيها كريم الغالبي، شنو آخر فما زاد العزوزية. أنا من العرض بتاعي دونك لو 18 جوان في الزهرة، هذه الدات الأولى. والآخرين أبارتيغ من جويليا عندي حمامات 22 جويليا طاير شلقاو على مسرح حمامات الدولي. كيف كيف وعرض كبير زاد كيف في حماماتي، هو عندي حمامات هو هو الاساس، خاطر اي فما حاجات باش نزيدهم وباش يكمل العرض. جمهور الحمامات ديما يقولوا جمهور مختلف على جمهور نستنى فيها. وانا شرف ليا زاد نشارك في فيستيفال كبير كما حمامات. بعديك عندي دات مهمه برشا اللي هي الافتتاح نتاع مهرجان الدقه. وفوالا بعدك طاير يمكن صار الكونتاكت باش نعمل لوفيرتور نتاع دقه. كوميم زاد كيف كيف فيستيفال كبير، فيستيفال دقه وكاليتي مزيانه وديكور مزيان. عندي زاد 14 جوان 14 جوان في غرومبيليا. عندي زاد عرض زاد اكبر واحد عندي نستنى فيه اللي هو لو 16 اوت في بنزرت، في مهرجان بنزرت الدولي. ايه عندك خارج تونس زاد؟ عندي خارج تونس عندي غنيه سوربريز ميوزيك الكترونيك حاضر فيها للتكنو باغاد. تكنو باغاد هذا ايفينمون كبير برشا ضخم معناتها في باريس، في عاصمه الفرنسيه باريس، يجوا فيها قريب 400,000 متفرج، يعني فريمون شارع كامل يبدا يتفرج معبي بالعباد. وتونس عندها كيما الكارك يعملوها يزينوها ويجيبوا دي زارتيست ويغنيوا حاجات. انا لحنت غنيه سبيسيالمون للتكنو باغاد، ان شاء الله باش نمشي غاديكا ونغنيها. ان شاء الله تشرفنا غاديكا اكيد ديما مشرفنا. كنا سعداء برشا اللي استقبلناك. شكرا لك بالحق محلاه طلتك علينا في ميسينا. الفيست باي هشام نفاتي ستيليست تونسي حلوه برشا، تحيه ليه. شكرا ونشكرك برشا على الاستضافه، وديما سعيد باش نجي للوطنيه الثانيه خاطر بدايتي بدات من هون. عايشك ربي يخليك، وهذا تواضع كبير منك بالحق خاطر انت نعتبروك نجم اليوم. شكرا. وينك سمعت حسين الدوس اليوم بالنسبه لي استنكي انك جيت وانا اللي حاورتك في الاستوديو. ميرسي وان شاء الله موفق يا ربي ويعيدك مبروك بالمسبق. دايما دايما عتونس الكل. ربي يخليك عايشك. كالعاده نرجع للموسيقى، نرجع مع الثنائي اللي منورنا زاد اليوم وحاضر بحذانا وسيم ومريم. يسمعونا اغنيه اخرى ومن بعد نرجع. Behold the way I find feather friend his virtue doth parade. Thou knowest not, my deem, what a friend the picture thou hast made. Thy vacant brow and thy dusted hair conceal thy good intent. Thou know but upright, truthful, sincere, and slightly the pigeons. You're my funny valentine, sweet comic valentine. You make me smile with my heart. Your looks are lovable, unphotographable, yet you're my favorite work of art. Is your figure less than Greek? Is your mouth a little weak when you open it to speak? Are you smart? But don't change a hair for me, not if you care for me. Day.
Valentine, sweet comic Valentine, you make me smile with my heart. Your looks are lovable and photographable, yet you're my favorite work of art. Is your figure less than Greek? Is your mouth a little weak when you open it to speak? Are you smart? But don't take for me, not if you care for me. Stay a little Valentine, stay. Each day is Valentine's Day. مرسي ديو ريميك مريم ووسيم الغذاب. وإذا كنتم ما زادت تحبوا تكونوا حاضرين معنا تنجموا تبعثونا على luzina@gmail.com ولا luzina على الفيسبوك نتاعنا، تبعثونا دي فيديو معلومات على الجروب وتنجموا تكونوا حاضرين معنا كيما مريم ووسيم. نحب نقول لكم اللي حومتنا فنانة مازالت متواصلة حتى العشرين جوان. إذا كنت تحبوا الموسيقى، تحبوا الرقص، تحبوا الفن، تحبوا المسرح، أيضا عروض للصغيرات، برشا فن في حومتنا فنانة، تنجموا تمشيوا تحضروا في فضاء مسار. مازالت السهرات متواصلة، هيا تنشوفوا بعضنا البوندا ناس. حب اسم غنية أي سمعني أنا تفلو نظيف وهذا ولا طيف أقوم في الصباح فش تغني أسمع الغنية على قاعد. لما مزيانة في حومتنا فنانة جيب لي بريكة ويجة مامي يا بحذانة كيفاش علاش بقداش ما فهمناش ملا الجو يا صالح السهرة يا بليش هاش قولك باهي أما وين باش نعملوه في الحوم إيه وكيفاش باش نمشي ومزيانة ويجة مغالك نتهنى أي يا ميل أي شو تعملوا هنا والنشيد حمتنا فنانة هيا بابا نمشي وايا اللهم صل على النبي هيا بابا بيتوها غادية ليلة يا النهل اطلع اطلع هات عليك هات عليك بابا هات عليك حمتنا فنانة شبل بريكا ويشة فمنيها بحذانة كيفاش علاش بقداش ما فهمناش ملا الجو يا صالح السهرة يا بلاش ما سهر وين فرحت وين سهرتو حتى من بابا جاب السخ على مرتو الله 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 يا كبار يا صغار مش ولاد مفيدة ثم ولاد راف مسار انت هي هو انا مرحبا باللي جانا يجا فرك الرومانة في حومتنا الفنانة اللي جانا صح شريبتو كل حد وغريبتو اللي فاتد اللي محشش اللي قال قطو نسيب حومتنا فلمتنا ضحكتنا شيختنا يجا شوفو فازتنا موزيكا هبلتنا صحبتنا حقيقتنا اللي لون الدنيتنا احلى ديديكاس للناس اللي حبتنا حومتنا فنانة كان عينك شحذانة صليحة وجانا كعبولة راكش معانا سمورة ما تفرقنا فرزمحة في لمتنا هذه هي عيشتنا مسرحنا في حومتنا. أهم معلومة تعطات في البوند أنونس إنه مجاني، يعني اللي باش يمشي للعرض هذايا نتاع حومتنا فنانة راهو مجاني. هزوا صغيراتكم، هزوا العائلة، مشيوا واستمتعوا بالليالي الرمضانية في فضاء مسار. العرض مجاني، كافة العروض اللي ريتوها وتذكرت في البوند أنونس هي مجانية. نمشيوا لماجدة نيوز كالعادة تنسيسة على أعمال الدراما والفن وشنو اللي فما عن جيراننا العرب ولا في تونس، نشوفوا شنو اختارت هي اليوم مع إيمان ماجدة الصغير. مرحبا بكم مع أخبار ماجدة. اليوم باش نتابعوا أهم البرامج في تونس والعالم العربي. تتواصل حلقات برنامج صدمة اللي يلقى في نسب مشاهدة كبيرة خاصة بعد ردود فعل الناس في العالم العربي. برشا حالات أثرت في المتابعين للبرنامج هذا، ومنهم حلقة الطفلة اللي تدخل للمطعم وين تطلب من الناس اللي قاعدين باش تاكل، ولنا شفنا ردة فعل الناس. كيفاش كان الأكل في الخميس؟ مفاجأة طلبت حاجة كلتيها يعني؟ لو سمحت ما زلت مع مين؟ ما زلت مع مين؟ ما عرفش هي كل شوية تيجي تسأل الأسئلة بتمشي. أوكي مستني واحدة بس أنا زي ما هيجر. أوكي
نفس الموقف تعاود في تونس وشفنا كيفاش التوانسة تعاطفوا مع البنية الصغيرة. بحلى قهوة تعرفش كل حالة قول لي شو تحطيك تعرفش. نعرف إلي الحالات اللي شركة في الصدمة يقوموا بتمثيل كل دور، أما في الحلقة هذه رينا اللي زوز بنات تأثروا فعلا بردة فعل الناس ورفضهم ليهم. نكملوا مع البرامج العربية ونمشيوا البرنامج المقالب رقم واحد رامز تحت الأرض. من بين الحلقات اللي دارت برشا على الفيسبوك والقوني سب مشاهدة حلقة وائل كفوري وظافر العابدين. وائل كفوري كانت ردة فعله قوية برشا، وصلت لضرب رامز وتعنيفه. ما تقلب علي بقى خلاص يا خي، ما تقلب علي خلاص عشان خطر وائل، عشان خطر يا خي خلمين خاطر الله مش مبدي حل عني يا خي والنبي يا سوع ولي الملايكة. أما في حلقة ظافر العابدين كانت الأمور سلمية أكثر. إيه يا عم في الغل ده؟ خلاص خلاص يا دكتور. إيه في حاجة تانية كمان؟ طب سيب معك شوية بس. سيب إيه يا عم أنت؟ لا 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 يا جماعة أنتوا فاكرين إن ظافر ده لذيذ وكده؟ لا ده رخم جدا. آه في حاجة تانية عايز تعملها؟ مش عايز من البرامج اللي يتواصل بثها في رمضان على القناة الوطنية الثانية نلقاو برنامج عناوين اللي كل مرة يطل علينا من فضاء ثقافي يعرف به أكثر وبالأنشطة اللي تدور فيها. من الحلقات اللي تشوفوهم اليوم فضاء المخزن وهم الأنشطة اللي تقام فيها. وجدت برشا ناس في الثقافة في الأصالة في التراث التونسي يخولوا ويكون معناها في مستوى معين من الأنشطة الثقافية كالمطالعة. وقبل بث الحلقة للجمعة الجاية استناوا عناوين اللي باش يكونوا مع الفنان ياسر جرادي. أنا حاولت الدربوكة اللي تصنعها في الصين، الجمال اللي تصنعها في الصين، فمعناها فكرت باش نحلها الفضاء هذا باش نقاوم بها الهجمة هذه. عناوين برنامج تشوفوه كل نهار اثنين الستة متاع العشية، وهو من أعداد وتقديم ألف العيشة. حسام الدين الهمامي وكالعادة معاه لانفيتي نتاعو في لوزينا إين. مرحبا بك حسام. مرحبا نادية، أهلا بك. شنو أحوالك؟ سافا الحمد لله. ديما نخليوك تعمل الغشاخش نتاعك، ديما تجيب لنا جديد. نشوف ديما الحاجة اللي كما أنت قلت الحاجة اللي تعجب التوانسة تكون حاجة بلاش. شفت حاجة توا شبه مجانية. إي. وذولي مشكلة الناس الكل أنه باش تكري مثلا باش تعمل بروجي نتاعك ولا ستارت أب ولا شركة جديدة ولا حاجة، ديما مشكلتك في باش تكري البيرو فوالا. صحيح. التكاليف وذو انترنت كونيكسيون وشر كري وشر مد، الكل نعرفوا الحكاية هذه. جبت لنا الحل. جبت الحل. أعطينا قدمنا الحل. الحل. الحل موجود مع مريم بن معلم. مريم مرحبا. عسلامة. مرحبا بك مريم. مريم انجينيور انفورماتيك وتوا تخدم حاجه اخرى اللي هي جنرال مانجر نتاع اسباس اسمه كووركينج سبيس. برشا كلام بالانجليزي قلناه، ما نساش نخلي مريم تفسرونا اكثر معناتها للساده المتفرجين قاعد يتابعوا فينا. ان فيت الكووركينج سبيس نتاعنا اسمه ستارت اب هاوس. اش معناها كووركينج سبيس؟ معناها يعني سباس دو ترافاي بارتاجي. كما كان يقول لك حسام وين يجيو الناس يخدموا على رواحهم. يقولوا اوبن سبيس معناتها؟ اوبن سبيس. ايوا. هذا عمل تشاركي باللغه العربيه الفصحى. عمل تشاركي. دونك يجيو الناس معناها؟ معناها واحد فريلانسر، معناها يخدم وحده ما يحبش يكري وباشا متكلف عليه. دي ستارت اب سورتو اش معناها؟ ستارت اب معناها هيك مبعثين المشاريع اللي مازالوا كيف بداوا ما ينجموش يكريوا بيروات. دونك يجيو عندنا دي ديزاينر دي ديفلوبر، دونك يحبوا ان اسباس يخدموا فيه ويكون اديكوا، معناها يكون مناسب لخدمتهم باش يركزوا باش يلقاو لي كونتاكت. نحكيو اسباس، مانيش نحكيو على اسباس على موقع الانترنت، معناتها نحكيو على اسباس غير يعني. اي ايوا بلاصه معناتها بيرو كبير، معناتها حاجه بيرو لكن مشترك. احنا صحيح احنا اوني بازي في سونتر فيل. علاش حابين نعملوا في سونتر فيل؟ خاطر في سونتر فيل قريب للناس الكل باش يكون اكسيسيبل. ما حبيناش نكونوا في لاك ولا في لاك كيما في كوجيد ولا في المرسى كيما باش معناها دوكور اخرين كيفهم هما بالضبط. هذوما صور نشوفوهم. هذوما كيفاش قاعدين يخدموا؟ معناتها هو الكونسيبت هذايا نتاع انه برشا ناس تخدم مع بعضها، ينجم يكونوا من نفس الدومين كما ينجم يكونوا من دي دومين مختلفين مختلف. وكل واحد ياخذ اسباس صغيره ويخدم على روحه. وتعطيك من بعد فكره، تعطيك فكره مريم على لي باك مثلا الاسوام اللي تنجم تكري بهم. اللي هي اسوام بالحق معناتها مشجعه على الاخر.
باهي مريم كمل. احنا جمعيه دونك على باز ما احناش يعني فور بروفيت يعني ما احناش غير ربحيه. احنا جمعيه غير ربحيه ما احناش شركه دونك الهدف منه انه احنا نحبوا نعاونوا لي زونتربرونور تونيزيان انه يجيو يقعدوا عندنا ومش كان جوست يقعدوا اكاو احنا عندنا دي فالور اجوتي احنا نعطيهم اكسي للسباس معناها عندنا لي باك بور اكسي للسباس عندنا الانترنت بلاش عندنا لي زيفينمون اللي نجيبوا خبراء من 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 معناها من برا وينجموا يبوف اكسيدي الوركشوب نتاعنا بلاش خاطرهم سافي بارتي دو نوتر كوميونيتي مثلا عباد اخرين نجموا يدفعوا وما هما خاطر من الكوميونيتي بلاش نعملوا لهم دي زيفينمون سبيسيفيك لهم هما مثلا كيفاش تقدم المشروع نتاعك قدام دي زانفيستيسور يعني باش تطوروا لهم مهاراتهم نقولوا احنا صحيت اون بلوس احنا جبنا دي زانفيتي سبيسيو كيما شانسلير الماند انجيلا ميركل دونك عندنا لو كونتاكت سورتو ما بين فرنسا ما بين تونس والمانيا خاطر الجمعيه نتاعنا مش اي حد ما تعديوش عليها بالفساج يعني حطوا تحت السر انجيلا ميركل عملت طلع على بحذاهم في البيرو نتاعهم وشافت معناتها الخدمه كيفاه وحكيت مع ليزونتربرونور نتاعنا اللي والوزير ديجا نتاع التكنولوجيا الاتصال ديما موجود غاديك معناتها تقريبا فما تواصل كبير ياسر ما بين الاداره وما بين معناتها عباد مسؤولين كبار في الدوله وما بين الستارت اب معناتها اللي جون هذوما الصغار اللي ديما يلوج على شكون يعاونهم ديما تقعد مشكلتهم الاسباس هذا يوفر الكونيكسيون بلاش الضوء بلاش الاسباس البيرو كل شيء انت تخدم على روحك ومعناتها وتحضر ربما للبيرو نتاعك مستقبلا انه يكون بيرو وحدك لكن تكون الانطلاقه من الاسباس هذاك اكزاكتومون احنا اسباس تبع الجمعيه اسمها امباكت هي بازي في المانيا وعندنا امباكت تونيزي اللي هو بازي في تونس واحنا الاسباس بديناه عندنا عام وش صافي انو اي دمي انو اي كلك موا اللي هو كي ايتي لونسي والبايور دو فون تاعنا كيف كيف اللي ان بايور دو فون المان وعندنا دوتر بروغرام اللي احنا قاعدين نخدموا عليهم هما بروغرام دو مانتورينغ يتسمى مانتورينغ ناسيونال نحبوا نخدموا افيك لي ريجون نخدموا مع الريجون تاع تونس وعندنا كيف كيف ان سبونسور المان اللي هو بازي في تونس وني اون تران دو نحبوا نشجعوا باعثين المشاريع اللي في لي ريجون يكون معناها عنده فكره نتاع مشروع نعطيوها لو بروغرام نيسيسار بوندون 6 موا ولا 9 موا باش يعمل لا كونكريتيزاسيون دو سون بروجي. واضح. باهي حسام نقولوا شنو هو شروط الانضمام للاسباس هذايا معناتها؟ حتى شيء عندك الفكره كاو. عندك الفكره. وعندك جست تدفع معناها مونتون صغير عندنا لي باك اللي هما 140 دينار بور فار بارتي دو ستارت اب هاوس تدفع 140 الف في الشهر. سي اكسي معناها من اثنين للجمعه كيما الناس الكل من التسعه للسبعه. أيوة. والا عندنا الباك ريزيدون اللي هو ريزيدون تقعد 24 ساعه 24 ساعه تقعد قد ما تحب اكزاكتومون نجم تقعد على روحك فمش حتى مشكل يعني ما فماش نقولوا احنا هكا وقت مخصص انت من 8 لنص النهار لاخر من نص النهار خاطر لانه معناتها الكونسيبت هذا معناتها ماشيين به برشا معناتها في اوروب ولا في امريكا انه فما برشا من لي جون ستارت اب يرقدوا بالنهار يقوموا في الليل أيوة. عكس العباد أيوة. هذوما الناس هذوما معناتها يخموا فيهم لانه فما عباد ترتاح الخدمه كان بالليل يحبوا يخدموا كان بالليل عندهم اكسي 24 يخدم وقت اللي يحب كونيكسيون ايليميتي نجم معناتها كل شيء يكون ديسبونيبل والاهم من هذا معناتها اهم الكونسيبت تاع كووركينغ سبيس اللي هو موجود في العالم الكل تعمل خصيصا باش الشباب يكونوا قراب لبعضهم مثلا انا شاب مثلا نعمل سي ام معناتها كوميونيتي مانجمنت معايا واحد اخر يعمل انفوغرافي معايا واحد اخر يعمل مثلا يعمل انجينير سون واللي اخر يعمل انجينير انفورماتيك نجمع مع بعضنا نعملوا سيت ويب نجمع بعضنا نعملوا مشروع اخر تعمل تجربه ناجحه فوالا هذا هو الافونتاج الكبير اللي موجود في الكووركينغ سبيس لانه نعرف توا فما برشا مشاكل بالنسبه للشباب سورتو الشباب اللي باش يخرجوا توا وباش يلقاو يلوجوا على اسباس يخدموا فيه ما يلقاوش يا ما يلقاوش يا يلقاو اسباس في بلاصه بعيده شويه يلقاو مثلا في مثلا يتكلم برشا فلوس تكون غاليه ما ينجموش خاطر واحد متخرج جديد خاصه ما عندوش يعني باش يحل اسباس وحده معناتها نتصور 140 دينار ماهوش مونتون كبير ياسر معناتها حتى ولدي ينجم يوفروه له يعني اكيد انهم الاولياء يحبوا يعاونوا اولادهم ينجم يوفروا له مونتون صغير هذا بالاخص انه مشروع ناشئ راهو باش يشد شويه وقت باش يدخل فلوس باش يكون رنتابل لازم بشويه بشويه الشهر الاول الثاني الثالث الرابع بعد تبدا تدخل في فلوس وهذا الكونسيبت معناتها جينيرال نتاع الكووركينغ سبيس يظل فما حاجات اخرين معناتها باراليل يظل عندهم معناتها حتى تفسر لنا مريم يعملوا ديزيفينمون اخرين معناتها باراليل انه الدورات التكوينيه للعبيد الموجودين غاديك ديزافر مثلا للعبيد الموجودين غادي مثلا يعملوا لهم سهريات ولا لمه ولا يعملوا لهم مثلا كافيه ما حتى الجو موجود يعني نهار الخميس ان شاء الله عندنا افطار شقا نفطر في الاسباس نتاعنا خاطر بالنسبه لنا احنا المهم مش انه هما جست يدفعوا فلوس ويمشيوا كهاو احنا نحبوا هو يجي تنفحوهم يعني صحيح دونك نعملوا اون جوان لوتي على الخدمه ف
فما دي وركشوب ودي كونفرنس لهم هما وكيف كيف زاد نعملوا معناها هذوما الحاجات باش نزيدوا نقويوا في في العلاقات ليكو سيستيم دو جروب معناتها في وعندنا ديجا كيما هو كان يحكي فما دي ستارت اب لي كليون تاعهم موجودين في ليسباس نتاعنا والا دي كولابوراتور ولا يخدموا مع بعضهم ان ديزاينر ولا يخدم للشركه هذيا يعني ستارت اب ماهيش شركه يعني مازالت صغيره والا معناها الناس الكل اللي سون تران دو ترافاي اونسومبل اللي هذا حاجه باهيه على الاخر وشي يفرح على خاطر شي يفرح اكيد وجايينكم بحثنا يفرح كل مره نشوفوا الشباب هكا اللي قاعدين يخدموا في تونس احنا نقولوا حسام احنا في تونس من المخاخ نتاع الشباب الموجودين هذوما معناتها بالحق مخاخ نجم يفرحوا برشا لانه الشباب التونسي ولا يخدم كعائله ولا بدا يفيق انه يلزم نخدموا اون تونك معناتها كنتورك مثلا عباد تخدم مع بعضها خاطر وحدك ما تنجمش لازم برشا ناس تعاون بعضها باش نطلعوا بعضنا باش نجموا كيك نوصلوا يظهر لي معناتها حتى الكوركين سبيس مش موجود كان في الباساج كاو فما برشا مثلا في الجمهوريه وماشيين ويكبروا وكل ما يكبروا كل ما افكار الشباب تتجسم على ارض الواقع لانه الكل كما قلنا الشاب لكن وفرت له لي مويان من الاول راهو ينجم يبدع هذه حاجه فيها سنين قاش صحيح يعطيك الصحه حسام شكرا ميرسي مره اخرى مرحبا ريم بن معلم يعطيك الصحه معلم مريم بن معلم استنى ساعه نصلح مريم ونشطب بن ليه مريم بن معلم صحيحه بن معلم صحيحه مريم بن معلم شكرا ليك يعطيك الصحه مديره الفضاء فضاء العمل الشركه يعطيك الصحه اللي جيت بحضنا اليوم نواصلوا احنا مع جريدتي تجربه ناجحه جدا هذه نحب نحييو المراسلين الكل اللي قاعدين يبعثونا في لي روبورتاج هذوما حقيقه حويجه تفرح ان دو قاعدين وتجينا حاجات من بلادنا كل مره فكره معينه هاتوا تشوفوا شنو هي فكره اليوم في الروبورتاج هذا إيكيب جريدتي كانت حاضرة في جبل زغوان باش تعيشكم جو الروندو على ضو القمرة الناس الكل تلموا وشدوا ثنية في الجبل متحدين الخوف متاعهم باهي نحن توا عنا 1h22 اللي خرجنا من تومبل ديزو à une distance de 3 km à peu près من بوغابري كيما حكيت كبر صغير هذيك كبر صغير هذاك هي حكايه اسطوره الوضع نتاعها معناتها هي في الطريق يرتاحوا شوي ويستغلوا الفرصه باش يسمعوا الحكايات والاساطير نتاع البلاد هذه وفي نفس الوقت يقسموا مع بعضهم الماكله اللي جابوها معاهم وتفكروا في الهني في العادة نخرج ديما سبت حد وإلا دي ويكاند مطولين جمعة سبت حد كي تجي سخانة خاطر الموسم متاعنا متاع الروندوني يبدأ من سبتمبر حتى كش الماء في السخانة قلت لعبيد ما عادش نجم نخرج في النهار دونك احنا قلبنا السيستيم متاع الروندوني ولينا نخرجوا في الليل انك في الليل تولي ما عادش تشوف مليح دونك الحواس الاخرى كلها هي اللي تولي تخدم معناتها تولي تسمع اكثر تولي تثبت اكثر في السماء وفي النجوم وفي القمرة تولي تحس اكثر بالروايح هكاك تولي تحاول انك تميتريس اكثر التيران اللي هو داير بيك صحيح برشا تعب من المشي اما تربح الهواء نظيف والمنظر المزيان اللي تشوفه من فوق تحس امتداد معناها كانك في يعني العالم الكل متاعك سيبا تحس روحك انت والاسباس فما حتى شيء اخر معك اي فما شارم اخر معناها تحس روحك انت والطبيعه كهو فما لغه اخرى فما حوار معناها بينك وبين الطبيعه هذيك شو تحويسه تفرهيده لما حلو على ضو القمره في جبل زغوان ما تنجم تكون كان تجربه ولا اروع اليوم ما اخترنا ان نحكيو على حاجه اكيد انه اللي ماهوش خبير في الدراما ولا في السينما ولا غيره ما ينجمش يفيق بها لكن هي حاجه قاعده تخدم وتحقق اضافه كبيره للعمل الدرامي والا للعمل السينمائي هذاك علاش نستقبلوا مع بعضنا سعدي الاسود مختص في المؤثرات البصريه اهلا وسهلا مرحبا بك سعدي مرحبا بك عايش شنو احوالك مرحبا عايش شهر رمضانك مبروك وعام صحيح بخير ان شاء الله سنين دائما عايش الله يخليك به جيت بحذينا باش نحكيو على المؤثرات البصريه وانت خدمت في اعمال كبيره في تونس نعورة الهواء اللي هو من الأعمال الكبيرة والناجحة واللي فيها برشا مؤثرات وأكيد تزيد تفسرنا أنت أكثر وفلاش باك وحاليا قلت لي قاعدين تخدموا فلاش باك 2 فوالا إي فوالا خلينا نحكيو شوية على المؤثرات البصرية خاطر احنا نعرفوا مؤثرات صوتية ربما هي الدرجة أكثر عند المشاهد شنو المؤثرات البصرية فسرنا شوية
والله المؤثرات البصرية هي فيها برشا اختصاصات وبرشا تشعبات، أما بالنسبة لي أنا نخدم توسكي سي جي آي، حاجات تخدم في البوست برود اللي هو في بعد ما يصير التصوير متاع اللقطة ولا متاع السين ولا اللي فيه، أنا ناخذه في البوست برود نزيده ونحسنه ونظهر. هذا في المونتاج وقت عملية المونتاج؟ هذا نخدم أون باراليل مع المونتاج. مع المونتاج فوالا. هذا يكون محضر بالمسبق وإلا معناتها أنت بعديك بعد ما تتفرج يعني على السيكونس وحدك يعني تزيد تشوف شنو اللي ناقص؟ والله هو جوستومون هو ما نعرفش قداش الوقت هي حكايه طويله أحكي شويه أحكي خذ راحتك فوالا حكايه طويله شويه هي فوالا نحبوا نفسروا دونك لازمنا ناخذوا راحتنا فوالا. بالنسبه للعباد اللي ما تعرفش الدومين هذا، الدومين هذا قلت لك فيه برشا اختصاصات، عندنا لي زيفي براتيك اللي هي تصير في وقت التورناج، معناها كان فما ديزيكلاتمون دو بال ديزيكسبلوزيون رابيل دو فو، فهمتني؟ تجي شويه نار هكا تحطها فهمتني، كان فما اكسبلوزيون ولا حاجه فهمتني، هذاك يتعمل اون براتيك، تجيب نار وتحطها، تجيب فيدبال الامباكت اللي هو وترشق هكا مع السوريه ولا مع فهمتني مع البلاصه اللي جاي فيها الكرتوشه ولا اللي هي وتصير وقتها وتتصور ريال في الكاميرا. ايوه الدور نتاعي انا يجي في البوست برود، البوست برود اللي هو وقت اللي بعد ما تصور الحلقه انت والمؤثر ليفي، ساعات نبدا حاضر في التورناج كيبدا لي في كومبليكي شويه، يبدا مثلا اكسيدون دو فواتور ولا يبدا فوزياد فيها بوكو دو بال ولا حكايه هكا. أيوة. دونك يلزمني فما كورديناسيون، فما دي بلون، فما دي زاكس، فما دي موفمون دو كاميرا يلزمهم يصيروا، فما مثلا دي تراك ماركس، هذوما حاجات ادوات نحطوهم في السين باش نجم انا نخدم بهم على الاورديناتور. فهمتني؟ أيوة. دونك هذوما الكل لازم نحضر لهم في التورناج. في التورناج. فوالا نقوم عليهم، هي ديجا الخدمه معناها في اف اكس سوبرفايزر، معناها تو سوبرفيز تو، فهمت شنو؟ شوف كل شيء كيفاش صار وانت فهمتني. تركب في في في, في ذهنك وقتها شنو باش تزيد. فوالا باش انت تعرف في البوست برود باش تعرف على الاورديناتور شنو باش تزيد شنو باش تخدم وكيفاش باش تخدمه، خاطر فما لازم معطيات اوليه تكون موجوده ديجا نهار التورناج. بالنسبه للبوست برود انا اونتر تون مع المونتاج، وقت اللي تصير عمليه المونتاج هما وقتها خاطر نخدموا بالفريم، العمليه ياسر دقيقه وياسر صعيبه برشا. ايوه فهمت شنو؟ دونك نحن نخدموا بالدوري، ساعات في دبال تصير كرتوشه ولا حاجه باش تاخذ في الوقت في الاكرون ميم با دو سكوند، دونك انا باش نخدم على 50 فريم، معناها 50 صوره فهمتني. أيوة. 50 صوره يلزمني نحسبها بيان ديترميني تصير في المونتاج، المونتاج ينقص عليا فهمت شنو، ويعطيني حاجات بيان بريسي باش نجم انا نخدمها وتظهر لي في وينجح لي في، فهمت كيف؟ دونك يصير عمليه المونتاج، يكمل المونتاج ومن بعد يعطيوني هذيك السيكونس اللي انا نركب عليها الليفي نتاعك. فوالا الليفي نتاعك. احنا عندنا سيكونس من عورة الهواء وعندنا سيكونس من فلاش باك، حنشوفوهم الساعة ونزيدوا نقربوا العملية أكثر للمشاهد. فوالا Thank you.
اللي نجموا لاحظوه كانه قبل وبعد معناتها السيكونس في الاصل نتاعها وفين توصلها انت كيفاش تخرج للمشاهد. فوالا هذاك هذاك ديموريل بما يسمى البريك داون معناها يوريك البيفور اند افتر شنو هو السيكونس كيفاش تصورت ومن بعد كيفاش ولات. فوالا في لي زيكزومبل انا حكيت برشا على لي زيفي دو بال ولي زيكسبلوزيون بحكم الانتاج في تونس عندنا ماناش معناش دي فيلم داكسيون كبيره ولا معناش حاجات اللي ما ترتكزش عمليه الانتاج على حاجات فيها اكسيون برشا دونك تلقى برشا في الديموري اللي شفتوها هذه فيها برشا تبديل نتاع لي زيكرون لي زيكرون زدت فيهم هكا حاجات خاطر ديجا شوفوها فيغ ومن بعد كنشوفوا فيها الصوره معناها هذيك مثلا حلت مشكله في الانتاج خاطر وقتها في ناوره الهوا 2 صارت بحكم الانتاج العمليه طويله تقعد خمس شهور وما خلطوش باش يصوروا لي سيكونس اللي باش تعدى في التلفزه دونك صوروا لي سيكونس الكل لي زيكرون الكل سواء تلفز دي زيكرون اورديناتور دي فون الكلهم اون ايكرون فير ومن بعد كي كملوا التصوير وحضروا لي سيكونس هذوكم انا حطيتهم حطان وبعدك يشوفهم المشاهد يظهر كانه تظهر كانه تظهر كانه موجوده بلا معناتها برشا خداع فما بيان سور بيان سور لا هو جوستومون هو جوستومون هو كان تفيق بالخدمه تولي ما عادش ناجحه فهمتني نحن واحد من الناس نحاولوا ديما باش نعملوا حاجه كلي ما شفنا حتى الكرتوشه بكري معناتها ديجا كيفاش بشويه بشويه لين ورينا نشوفوا الدخان بعد نشوفوا الكرتوشه خارجه كاريمون فوالا فوالا حكينا شويه على فيلم داكسيون انت صاحب تجربه عالميه قلت لي درست وخدمت في امريكا مختلف اكيد غادي كنوعيه الخدمه وفما برشا يعني اي بون برودكسيون اندستري لا علاقه معناها هما غادي مارشي كبير ياسر معناها انا واحد من الناس مشيت غادي قريت رياليزاسيون وتقنيه الانتاج معناها في سانتا باربارا وبعد في لوس انجلوس دونك عملت اربع سنين ونص خذيت شهاده في الاخراج وفي تقنيه الانتاج ومام طون نحن ما غادي في امريكا على خاطر ماك تعرف ولاد دومين فهمتني الكونكورنس كبيره ياسر كي تجي هكا خاصه في الخدم ولا في حاجه كذا الناس كل تمنتي وتصور الناس كل هي هكاك بدات الحكايه فهمت شنو هي دونك انا اون باراليل مع الاخراج والتصوير وكذا عملت هذه لي زيفي سبيسيو اللي تكونت فيها قريت ابار قرايتي انا اللي هي رياليزاسيون عملت دي فورماسيون وخذيت دي بروجي وجي بري لو ريسك معناها مشيت في دي برودكسيون باش نعمل دي زيفي بشويه 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 باش تطور روحك في الميدان هذايا فوالا باش عملت سي في خاطر من بعد انا كي هبطت لوس انجلوس لوس انجلوس سي اون تري كروند كونكورونس معناها تبارك الله ما قدر بلاد الاندستري تمشي القهوه ستارباكس مثلا تلقى الناس الكل تكتب في السيناريو الاخر يحكي على السي اللي صورها البارح الاخر كادرور يحكي على الكاميرا معناتها ماكينه ما تقفش سي با اون بلاك معناها بالرسمي الناس الكل في الدومين معناها فهمتني دونك انت باش تقلع بلاصتك يلزمك حاجه تعمل حاجه مختلفه نيتش فهمتني حاجه ماهيش حاجه اون سبيسياليتي فهمت كيف ديجا حتى في لي زوفر دو ترافاي وفي الواحد الانترنت وفي الواحد يبداو يلوجوا على شكون باش يخدم معناها ما فماش برشا يردوا فهمتني دونك خدمت شويه فهمتني من الاول وتعلمت كذا وكذا نحكي لك ديما ان باراليل مع رياليزاسيون معناها هذيك ما سيبتهاش فهمتني خدمت من بعد في بواد دو برودكسيون اسمها سيزل بيتش تبدلت اسمها شوجر ستوديوز وهذه بيسيتيرا كيفاش؟ هذه في 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 كوريا كوريا تاون في لوس انجلوس احنا نورمال كلمونك مسج فهمتني للدعابه وكذا خدمت معهم عامين عملنا تو سكي فيلم داكسيون خدمنا تروازيم يونيتي افاتار اقوى بروجي انا اللي حد الان خدمته خدمنا اكسبوزيسيون بور مارفيل افنجرز 9 مليار دو دولار عملنا اكسبوزيسيون فيرتويال في تايم سكوير هذيك ديجا ما نعرفش كان وصل الاكستري هذيك عندي اكستري خدمت ديريكتور ارتستيك موجود الاكستري نجمو نشوفوها ديريكتور ارتستيك وفي اف اكس سوبرفايزر فوالا
هذه انت خدمت على المؤثرات البصريه، قريت على المؤثرات البصريه، معناته حبيت كما قلت تقلع بها بلاصه، لكن الاخراج ما سيبتوش وميم طون قعدت يعني مواصل انك تقرا الاخراج وتحاول تعمل كارير في الدومين هذايا. شنو تعتبر في انجازاتك لحد الان؟ والله الانجازات شو نقول لك، انا ملي جيت من عندي توعامين داخل في الثالث، ملي جيت من امريكا معناها. انت علاش جيت من امريكا يا سي علاش؟ علاش جيت من امريكا؟ هذاك السوجي كبير ياسر هذاك. ما تحبش تمشي لامريكا راهو تجي من امريكا. والله هي اللي ديت باس كانت هي، انا خدمت قلت لك عملت 6 سنين في امريكا. ايوه دونك القرايه قريتها، الخدمه خدمتها، التجربه حسيت بها خديتها. فهمتني، انا كنت بالرسمي خاطر انا مشيت بروف اونجلي. اللي لا علاقه معناها فهمت شنو هي، وحاب على السينما ما شخصية غريبه انت معناتها من هوني لهوني. لا جوستومو هو اسمعني هو غرام ما نجمتش ننساه معناها، ولا توسكي سينما واخراج وكذا معناها حاجه بالرسمي خممت بيني وبين روحي حبيت عليها بالكدا ووافقت بها الحكايه. كان لاج دو 22 وانا ديجا وقتها نقرا الشمام تاعك ديجا نقرا اونجلي معناها فهمتني، نقرا تروازيام اني اونجلي. دونك انا اخترت اني نكمل شهادتي الاونجلي فهمتني اللي هي الاستاذيه في الانجليزيه، وقلت من بعد تو نشوف كيفاش نقرا في تونس ولا اير، وجوستومون هذاك هو اللي صار. دونك كملت انا جوست بور افوار لو ديبلوم معناها، ومن بعد خرجت لامريكا الحمد لله سهل ربي، خرجت لامريكا وقتها خذيت جرانت معناها تبع الفول برايت، ومشينا مشيت افلتي فورين لانجويج تيتشن اسيستنت نقري توسكي دوزيام لونغ في دي فاكولتي في الفاكولتي امريكان. امريكان فوالا، ومام طون قريت سينما. دونك نرجع لك فيت في، قلت لي علاش امريكا علاش رجعت وكذا، هو اللي ديت باس كانت انا خاطر قلت لك القرايه قريتها والخدمه خدمتها والتجربه عملتها، دونك اللي مشيت عليه لقيته. انا كي روحت لتونس جبت معايا ان كور متراج اي ان لون متراج في بالي لهنا باش نمشي لتونس باش ناخذ، خاطر حسبتها اوتوماتيك الحكايه فهمتني، تمشي تاخذ دعم من الوزاره ولا فهمتني وتشوف بروديكتور وتصور. وانا اون بليس دو سا الحاجه اللي بالرسمي لاحظتها خاطر مشيت انا عملت 6 كور متراج، زوز منهم وصلوا بالكدا معناها وخذت عليهم جوائز، وديجا عندي في السي في ما نعرفش كان في امريكا هذا تحكي في امريك. امريكا هذا الكل نحكي لك في امريكا هذا الكل في امريكا، جائزه في امريكا ديجا حاجه مشهوره فيها. ليه شاركت في ال 25 بريمير فيستيفال اللي هو في سانتا باربرا، هو ان فيستيفال انترناسيونال بارمي لي 25 بريمير، وخذيت جوائز والحمد لله معناها فهمتني وفوالا. حطيت ساقك على الثنيه صحيحه صحيح فهمتني. كي جيت لتونس انا في بالي جبت ان كور متراج ان لون متراج قلت لك اكلي متاصلين في تونس. انا الحاجه اللي لاحظتها غادي لاكسيون موجود، الدراما موجوده، الاورور موجود، البوليسيه موجود ومتيحهم الانماط الكل موجوده صحيح متيحهم. مانيش نجي نعمل سبايدر مان 20، مانيش نعمل افنجرز 18، اون بو با فير سا، مي حبيت نعمل حاجه تونسيه، حاجه نتاعنا، حاجه دوريجين، حاجه فيها روح، حاجه اللي تعني لي انا شخصيا كمخرج وك ولد تونس معناها. كيفاش جسدتها؟ والله كي روحت تونس جوستومون نحن توا اللي صار معناها توا قاعدين وحلين في الفاز دو برودكسيون، السيناريو محطوط. وين واحنا الناس الكل غاديره؟ فوالا جوستومون معناها لا انا انت توا قلت لي سالتي سؤال قلت لي حتى في التربزه وحلين في البرودكسيون ديما وحلين. فوالا هذيك هي المشكله فاش معناها فهمتني؟ دونك توا ان شاء الله انا واحد من الناس معناها توا واحد معناها تعرف على تعرفت في البلاد وعرفت عملت الناس عملت لونتوراج نتاعك فوالا وعملت كيما نقولوا كارني دادريس فهمتني؟ ايوه وان شاء الله واحد باش نرجع للوريجين اللي هو لي كور متراج، عندي ان كور متراج ان شاء الله تري بروشانمون وباش نحاول نعمله في تونس وباش نحاولوا اون ريبرون من غادي فهمتني. اما اللي حبيت عليه انا معناها الون تيرم معناها اللي حبيت عليه فريمون باش نحققه في تونس واللي روحت عليه سيت لون متراج اللي يحكي على دي تيمك اللي نتاع تونس وحاجات صايره في تونس وما تلقاها كان في تونس. كان في تونس خصوصيه تونسيه. فوالا والنيه كانت معناها كانت تعريف لتونس كبلاد وثقافه وكذا باش نجم انا من بعد كي نرجع الغادي فهمت شنو هي حتى في فيلم فيستيفال ولا سيمينار ولا ورك شوب ولا حاجه فوالا هي صوره تونس فوالا سي سا انا تونسي ومخرج تونسي وهذا شو عملت في بلادي فهمت. ممتاز سعلي يعطيك الصحه شكرا ليك انت من جنود الخفاء نقول عليهم لكن دورك مهم برشا اكيد المؤثرات هذو اللي نحكيو عليهم والا في الاخراج ان شاء الله يقولوا لك مسيره موفقه. عايشك شكرا ليك وعيدك مبروك اذا كان ما شفناكش ديما نعيدوا احنا على الضيوف نتاعنا بالمسبق راه يعيشك سنين دائما يعيشك بارك الله فيك. هيت نشوفوا احنا نبذا من الاخراج وتجربه سي علي في الاخراج ومن بعد اكيد نرجعوا لاختتام الحصه.
هذه الوزينة بتاعنا بالنسبة اليوم، هذا المحتوى اللي حابين نقدمه لكم. أكيد كل نهار اثنين ثلاث أربع خميس تبقاو مع الوزينة. في الختام نحب نختم مع ديو ريميك اللي جينا اليوم وسيم ومريم. نقول لكم تصبحوا على خير وشاهي طيب نسكل. صباح ومساء شي ما بينتسى، تركت الحب أخذت الأسى. صباح ومساء شي ما بينتسى، تركت الحب أخذت الأسى. شو بدي دور لشو عم دور على غيره، في ناس كتير لكن بصير ما في غيره. شو بدي دور لشو عم دور على غيره، في ناس كتير لكن بصير ما في غيره. صباح ومساء شي ما بينتسى، تركت الحب أخذت الأسى.